السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you everybody? Hope you're doing fine. أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله ندرس مع بعض النهاردة الصف الثالث الإعدادي الوحدة العاشرة الدرس الأول والتاني. أوكي، بنعمل إيه في الفيديو؟ بنشرح في أسرع وقت ممكن، وبنحل الأسئلة برضو في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة ممكنة. Alright، يلا بينا. الوحدة العاشرة الدرس الأول بعنوان To Space and Back. خليني أعرفك إن دي page 34 في كتاب المدرسة. To Space and Back، كلمة Space ليها معنيين، ليها معنى كلمة فضاء وليها معنى تاني بمعنى فراغ. أي مكان فاضي يبقى معناها Space، وفضاء يعني Space. To Space and Back، إلى الفضاء ثم العودة مرة أخرى. Alright، ده عنوان الدرس. من الواضح ان هو يبقى عن السبيس وكده. اول حاجة عندي تحت هنا كويز، اختبار قصير كده. Look at the timeline. Can you match these events to the correct years؟ تعال نشوف التايم لاين اللي هو عامله لنا ده، لما بيبقى فيه خط كده او لاين وعليه تايم، عليه وقت، تواريخ، وبيقول كل حدث حصل في اي سنة، ده اسمه تايم لاين. طب ايه الاحداث اللي عندي هنا؟ Letter A، the world's first space station. Space station يعني محطة فضاء. Okay، يبقى دي أول محطة فضاء في العالم، كان اسمها Mir، goes into space، ذهبت إلى الفضاء. Neil Armstrong، طبعا كلنا عارفين الاسم ده، becomes the first astronaut. Astronaut دي كلمة مهمة طبعا. Astronaut يعني رائد فضاء. يبقى نايل أرمسترونج أصبح أول واحد يعمل إيه؟ walk on the moon، يمشي على القمر. Letter D، the first telescope is sent into space. telescope اللي هو بالعربي برضو telescope. طب يعني إيه telescope اللي إحنا بنشوف بيه؟ زي ما عندنا كده magnifiers اللي هي العدسة المكبرة، ده التلسكوب اللي بنقدر نشوف بيه إيه؟ الأماكن البعيدة في الفضاء زي القمر والكواكب والنجوم. طب تعال نشوف التايم لاين. 1975، the first satellite، سبوتنيك 1. satellite، satellite يعني قمر صناعي زي النايل سات وخلافه. كان اسمه ايه اول قمر صناعي اطلق في الفضاء؟ سبوتنيك 1. سبوتنيك 1، سبوتنيك ده طبعا كان روسي. 1975، بعدين the first man is in space، اول رجل على في الفضاء عموما، كان اسمه يوري جاجارين. يوري جاجارين. بعدين 1963، عندي the first woman، أول امرأة تبقى في الفضاء، كان اسمها فالنتينا تريشكوفا. بعدين 1965، إيه اللي قدامنا في الصورة ده؟ هل محطة فضاء من الخيارات بقى اللي كانت على الجنب، محطة فضاء ولا رائد فضاء ولا تلسكوب؟ ده طبعا إيه؟ astronaut، astronaut اللي هو رائد الفضاء، يبقى ده نايل أرمسترونج. بعدين عندي 1990، وعندي two pictures. أول picture هنا اللي هي عملها letter A، ودي محطة فضاء اللي هي space station. طب يبقى اللي بعدها ده إيه؟ telescope، وده letter D. يبقى هنا number 2 وهنا number 1. أوكي؟ بعدين international space station. international طبعا يعني دولي. international space station محطة فضاء دولية. بعدين 2001، a new Egyptian satellite، قمر صناعي مصري جديد. نيجي على research، how do astronauts prepare for trips into space؟ كيف يعني prepare، يستعد رواد الفضاء لرحلاتهم في الفضاء، كيف يستعدون؟ طبعا ممكن تقول ان هم they prepare food، يجهزوا الطعام، they prepare water، جهزوا المياه، they take training، بياخدوا ايه؟ بعض التدريبات. find، look through the unit، دي حاجة بقى هنلاقيها في اليونت. research دي يعني انت تبحث عن حاجة على النت بره الكتاب خالص. بعدين find، وهي حاجة نجيبها من جوه اليونت اللي احنا هندرسها. طب ايه الحاجة اللي احنا ندور عليها؟ what did the astronomer Ptolemy believe؟ What did يعني ماذا؟ astronomer اللي هو عالم الفلك. astronomy علم الفلك. astronomer عالم الفلك. Ptolemy، ال P هنا silent، don't read the P.
تالمي بليف، كان بيعتقد ايه عالم الفلك دوت الاسترونومر ده؟ كان بيعتقد بايه؟ بعدين هنا بالاخير عندي سبيكينج، يعني تحدث، حاجه تحاول ديسكاس يعني ناقش. طب ايه السؤال اللي هنناقشه؟ which event from the timeline do you think، اي event، which event يعني اي حدث from the timeline، on the timeline اللي هو الخط اللي كان فوق، do you think is the most important، اي واحد فيهم is the most important، يعني I believe for myself I believe 1975 was the most important thing because it was the first thing ever that goes into space. So it started all the things that we all know right now about the space. So this is definitely the most important one. طبعا كل واحد هيقول حاجة من وجهة نظره، no problem. المهم ان انت تعمل practice على ال speaking او المحادثة. نيجي على ال next page وهتبقى page 35. A reading. Read the article quickly. Article يعني مقال. Article. Article. مقال. Quickly بسرعة. Why did Ayman Rajab enter NASA's competition? أول حاجة عندنا الاسم هنا اسم عالم مصري. اسمه إيه؟ أيمن رجب. عمل إيه؟ Enter يعني يدخل. NASA طبعاً وكالة الفضاء الأمريكية NASA. Competition يعني المسابقة. ليه دخل مسابقة NASA؟ أيمن رجب ليه دخلها؟ Right. فاحنا عندنا هنا على اليمين بيبقى زي ما احنا شايفين كده، ده مين؟ رائد الفضاء، يعني ايه؟ astronaut. Alright. وعندنا prize winning Egyptian helps NASA، يبقى prize winning يعني الحائز على الجائزة، Egyptian المصري helps NASA، يبقى العالم المصري الحائز على الجائزة يساعد NASA. نقرأ مع بعض. For many years، للعديد من السنين، NASA has been trying to understand، بتحاول تفهم، what it can do with the rubbish that space journeys produce. كانت من أهم المشاكل اللي بتواجه رواد الفضاء الرابش أو المخلفات بتاعتهم يودوها فين. يبقى الرابش اللي هي المخلفات. Scientists have been looking for ways. Look for يعني يبحث عن. Ways يعني طرق. بيبحثوا عن طرق عشان ايه؟ To solve the problem of rubbish. Solve the problem يعني حل المشكلة. مشكلة المخلفات. Astronauts اللي هم رواد الفضاء. Use a lot of plastic, paper and other waste on the journey to space. الأسترونوتس دول بيستخدموا العديد من ايه؟ من البلاستيك، من البيبر الورق، and other waste in their journey to space، والعديد من المخلفات الأخرى. This can be a real problem. This can be a real problem يعني مشكلة حقيقية. So NASA started a competition. عشان كده NASA بدأت a competition. Competition يعني مسابقة. Asking the world's best scientists to try to find a solution. عندنا problem يبقى محتاجين لها ايه؟ Solution. Solution يعني حل. Ayman Rajab is an Egyptian scientist. اسم العالم بتاعنا هو اللي احنا بنتكلم عليه. اسمه Ayman Rajab. Who has always been interested in. Interested in يعني مهتم بيه أو شغوف بيه. كان مهتم بإيه؟ Space science يعني علم الفضاء. In 2019، التواريخ بنقرأها على كذا طريقة طبعا. In 2019 واحدة منهم، لما تقرأهم رقمين رقمين يبقى 2019، هتقسمها نصين هتلاقي 2019. 2019. In 2019 he entered NASA's competition and came second. دخل المسابقة بتاعت ناسا وطلع الكام؟ طلع ايه؟ the second، التاني. Ayman suggested، طب هو عمل ايه؟ suggested، اقترح، using jets of air to make the waste smaller and then help recycle it. اقترح ان هو يخلي ال waste smaller اللي هي المخلفات يخليها اصغر، وبعد كده يعملوا ايه؟ recycle يعني اعادة تدوير. Ayman is from the village of الضبابية. Ayman دوت منين؟ من قرية اسمها الضبابية near Luxor، بالقرب من مدينة الأقصر. and graduated يعني تخرج in engineering، كان تخصصه ايه؟ في الهندسة. from أسوان University، من جامعة أسوان. he has worked as teaching assistant، كان شغال زي teaching assistant يعني مدرس
مساعد at the same university، طبعا في نفس الجامعة اللي هي جامعة أسوان. And now works as a researcher، وحاليا شغال إيه؟ researcher يعني باحث. For a university in Finland، في فنلندا. Since he won his prize، منذ أن كسب الجائزة، he has worked on NASA's technology transfer project. من ساعة ما كسب الجائزة دي هو شغال فين؟ شغال على NASA's technology transfer project، يعني مشروع تحويل التكنولوجيا الخاص بناسا، مشروع تحويل التكنولوجي. ده اسم مشروع يعني شغال عليه ناسا. طب المشروع ده بيدور على ايه او بيحاول يحل ايه؟ which looks at how to use، كيف تستخدم the latest technology in space، ازاي استخدموا اكثر التكنولوجي تطورا في الفضاء. and he has recently found ways to save energy when there is little gravity، وهو مؤخرا اكتشف ايه او حل المشكلة ايه كمان saving energy، حللهم توفير الطاقة when there is little gravity، لما يبقى في ايه جاذبية منخفضة، عرفهم ازاي او حل مشكلة اللي هي توفير الطاقة. Right? He was super nice anyway. This is the first time you know about Ayman. Ayman is so must be so famous, but unfortunately we don't know these people. They don't take that much interest. Alright, let's answer. يبقى why did Ayman Rajab enter NASA's competition? ليه أيمن دخل المسابقة؟ He was always interested، يعني شغوف، in space science، لأن هو أصلا كان بيحب إيه؟ علم الفضاء. Okay. Next question number 3. Are these sentences true؟ هل الجمل دي صحيحة؟ تعملها T or false يعني خطأ تعمل F. Correct the false sentences وصحح إيه؟ الإجابات الخاطئة. Number 1. Rubbish اللي هي القمامة، قورة المخلفات يعني، can be a problem on a space journey، ممكن تبقى مشكلة فين؟ في رحلة الفضائية. طبعا ده true. Number 2. Ayman won first prize NASA's competition. Ayman كسب الجائزة الأولى. طبعا ده إيه؟ false. إنما هو كسب إيه؟ second. طلع التاني. Number 3. Ayman found a way to take rubbish off the spacecrafts. Ayman لقى طريقة إن هو يشيل الرابش القمامة من على السبيسكرافت. هل ده صحيح؟ لا. أمال هو كسب إزاي؟ لقى طريقة إزاي يعمل إيه للقمامة؟ recycle it. يبقى هنشيل take rubbish off وهنكتب recycle، يبقى دي false. He has worked at two universities and has worked for NASA. هو اشتغل في جامعتين واشتغل لناسا. هل ده صحيح؟ Yes, that's true. قلنا ان هو اشتغل في جامعة أسوان وريسيرشر في جامعة فنلند، وبعد كده اشتغل في ناسا في البروجكت اللي هو بتاع استخدام التكنولوجي. Number 5. His work has also helped spacecraft use less energy in space. ساعد المركبات الفضائية انها تستخدم ايه؟ less energy، طاقة اقل في الفضاء. ده طبعا true، ودي هتلاقيها في اخر حاجة خالص لما قال لهم to save energy، يوفروا الطاقة، برضو معناه ان هو يستخدم طاقة اقل. اوكي، كده نكون خلصنا الفوكابلري كلها، ونيجي على الشيء المهم جدا اللي بنحبه كلنا، وهو الجرامر او القواعد. الجرامر عندي عن حاجتين، ايه هما؟ المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر، present perfect simple، present perfect continuous او progressive. right، هنعرف عنه ايه؟ هنعرف عنه حاجتين، ازاي استخدمه وامتى استخدمه. نبدأ مع بعض على طول. امتى استخدمه؟ when to use، امتى تستخدم السامبل؟ طبعا قلنا السامبل ده اللي هو ايه؟ البسيط اللي هو المضارع التام بسيط يعني، وهنا continuous اللي هو المستمر. طيب امتى استخدم البسيط؟ لما اتكلم عن خبرة سابقة، حاجة انا عملتها قبل كده وبقول لك ان انا عندي خبرة عملتها، سافرت باريس قبل كده، وبعدين عندي ايه؟ وحاجة حدث في الماضي لا نعلم
متى بدأ؟ مش عارفين هو بدأ امتى، رايت؟ او مش فارق معانا هو بدأ امتى بالظبط، لان لو عارفين وقت بداية الحاجة اللي حصلت دي يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في الماضي البسيط، انما لو مش عارفين هي حصلت امتى وبقول لك انها حصلت وخلاص يبقى الافضل ان انت تستخدم ايه؟ present perfect simple. نيجي على المستمر. طب احنا قلنا ان هم شبه بعض جدا، انما ايه الفرق؟ واضح من الاسم. مستمر ده انت عايز تقول ان استمرارية ايه؟ عايز توضح ان حاجة بدأت في الماضي لكنها ايه؟ مستمرة. الحدث ما زال مستمرا، او الفعل ما زال مستمر. طب هل البسيط معناه ان هو خلص؟ لا، معناه ان هو لسه مستمر. لو خلص وانتهى كنت استخدمت ماضي بسيط برضه، انما هو ما زال مستمر او ليه اثر. بس انت عايز تأكد على استمرارية الحدث ان هو ما زال مستمرا، تحط كلمة ايه؟ مستمر. طب ازاي استخدمه؟ ازاي تستخدمه؟ اقصد بيها القاعدة. القاعدة ايه؟ تستخدم has او have plus PP، وتضيف عليهم PP اللي هو الباست participle. طيب يعني ايه امتى استخدم has؟ تستخدم has طبعا مع السنجلر. سنجلر يعني المفرد، he وشي وات، تقول has. have تستخدمها مع ضمير I والبلورال والجمع، right؟ طيب ال continuous اللي هتستخدمه ازاي؟ نحط has عادي وبعديها have، بعدين تضيف been و verb plus ing. خدها قاعدة كده، أي حاجة فيها كلمة مستمر يبقى لازم الفعل plus ing، أي حاجة فيها تام يبقى has و have. طب هو عشان يفرق الاتنين دول عن بعض جاب ايه؟ جاب been في النص، يبقى has و have been verb plus ing. طب امتى استخدمه how؟ طبعا احنا عارفين ان في تلات انواع جملة، يا اما تكون خبرية اللي هي المثبتة، يا اما النيجيشيشن اللي هو النفي، يا اما interrogative او الكويشن اللي هو السؤال. alright. طيب ازاي تستخدمه؟ انت تستخدم على طول has او have طبعا على حسب الفاعل، وتروح جايب التصريف الثالث هو الباست participle. طيب في الكونتينيوس المستمر تحط قبل الفعل has او have، وتروح عامل been، وتجيب الفيرب بلس اي ان جي، الفعل تضيف له اي ان جي وتحط قبليه هاز بين او هاف بين، طبعا بتتنطق بين او بان، هاز بان اور هاف بان، نفس هاز بين او هاف بين. طب تعالى ناخد مثال، والمثال هنكتبه with the green color. example، طبعا هاز دي مع مين؟ مع الضمير السنجلر. طب وهاف امتى؟ مع الضمير اي او الجمع اللي هو البلورال، هنستخدم يعني معاهم ايه؟ هاف. طبعا كذلك هاز وهاف اللي هنا مش هتفرق. اكزامبل اقول ايه؟ هي بعديها الفعل عندي مثلا ريد، يقرا. طيب احط الفعل ريد على طول كده؟ لا، هعمل ايه؟ احط قبليه هاز او هاف واجيب التصريف الثالث منه. طب هي تاخد ايه؟ تاخد هاز، يبقى هي هاز ريد ا بوك. He has read a book، هو قرأ كتاب، ما قلتلكش امتى لسه. has read a book خلاص هو حاجة بدأها ومالناش دعوة بدأ امتى، alright؟ طب تعالى نشوف، لو أنا عايز أعرفك بقى إن هو ما زال يقرأ الكتاب، يعني لسه ما خلصش الكتاب بقى وما زال بيقرأ، ويمكن بيقرأ دلوقتي وإحنا بنتكلم. أقول إيه؟ أقول he، ونيجي على الفعل read، المفروض أكتب read. تحط إيه؟ has أو have وبين وverb plus ing. هي تاخد إيه؟ has. وبعديها هنحط ايه من عندنا؟ been، والفعل نفسه read واضيف له ing، يبقى he has been reading a book، هو ما زال يقرأ ايه؟ الكتاب. طيب في النيجاتيف، في النفي بعمل ايه؟ في النفي زي ما هي has و have نفس اللي فوق، بس هحط لهم كلمة طبعا ايه عشان النفي؟ not، وهجيب التصريف الثالث اللي هو past participle. هنا نفس الفكرة، has او have هتحط بس بعديهم كلمة not، وبعدين been، وبعدين الverb plus ing، نفس اللي فوق بالظبط. طيب نفس الكلمة أو الجملة نعمل عليها إيه؟ النفي. he has read the book. النفي أقول إيه؟ he has not، اللي هي hasn't read a book. طيب هنا هقول إيه؟ he hasn't been reading a book. Alright. يبقى he hasn't read a book أو he
hasn't been reading a book. طيب في الكويستشن بعمل ايه؟ في الكويستشن كالعاده بروح عامل المقص، بقت has he read a book؟ has he read a book؟ هل هو قرأ كتاب؟ طب في المستمره وليه؟ has he been reading a book. اوكي؟ طيب نيجي على طبعا المثال اللي كتبناه هنا، يعني no problem. الإجابة بقى has he read a book؟ عايزين نجاوب بقى، هل هو قرأ كتاب؟ طبعا بالإجابة بيساو نو، بقول yes وأروح أعمل بعديها comma وأروح أعدلهم تاني. هنا كانت has he، هنعكسهم بقى تبقى he has. Right؟ يبقى yes he has. طب لو قلنا no هنقول no he hasn't، نحط لها النفي بقى not، عشان ده هنا ايه؟ عشان هنا no. تعال نشوف نفس اللي عملناه هناك هنعمله هنا، نفس المقص لما بتيجي تجاوب بترجع المقص تاني، بتقول yes بعدين ايه؟ he has. خلاص no he hasn't، no he hasn't. Right؟ اخر جزء معانا هنا هو السبيكنج، تحاول ان انت تتحدث. احنا قلنا بنستخدم المضارع التام في نتكلم عن الخبرة السابقة، فلما اجي عايز اقول لك هل انت قبل كده عملت حاجة، استخدمها بزمن ايه؟ المضارع ايه؟ have you ever used a telescope؟ هل عمرك استخدمت تلسكوب قبل كده؟ عندك خبرة سابقة في الموضوع ده؟ Alright. يبقى have you، طبعا لان you بتاخد have وبنعكس احنا واحنا في الكويستشن، يبقى have you ever used a telescope؟ هل عمرك استخدمت تلسكوب؟ have you ever tried unusual sports؟ جربت حاجه رياضه غير معتاده؟ have you ever helped to organize sports events؟ هل عمرك شاركت في تنظيم السبورت ايفنت او الحدث الرياضي؟ what have you been reading recently؟ كنت مشغول في ايه او ايه اللي كان مستمر معاك recently، يعني مؤخرا؟ يبقى what have you been reading recently؟ كنت بتقرا ايه مؤخرا؟ what have you been، have you ever used a telescope؟ what have you been doing at school this week؟ كنت بتعمل ايه في المدرسه؟ what have you been dreaming of since you were young؟ كنت بتحلم بايه من ساعه ما كنت صغير؟ فإجابة مثلا سؤال وإجابة هنا have you ever used the telescope؟ هل عمرك استخدمت تلسكوب؟ هتقول yes I used the telescope on the science trip last year، استخدمته في رحلة العلوم السنة الماضية. اوكي تعمل practice كده، شوف انت عايز تقول له ايه. have you ever eaten pizza؟ هل عمرك اكلت بيتزا قبل كده؟ هو يقول لك yes او no على حسب. right؟ تشوف partner او انت تجاوب وترد على نفسك. نيجي على الورك بوك وهو page 93، صفحة كام؟ 93. To space and back، أول حاجة الفوكابلري اللي هي الكلمات هنحل عليها. طبعا أفكرك كده كان ده إيه؟ astronaut رائد الفضاء، researcher اللي هو الباحث، satellite قمر صناعي، gravity gravity اللي هي الجاذبية، space station يعني محطة ايه؟ محطة فضائية، telescope اللي هو التلسكوب. right؟ طيب a machine، letter A، a machine وهي آلة in space that goes round the earth، بتلف حوالين الأرض. مين اللي بيلف حوالين الأرض؟ orbit round the earth. طبعا ده ايه؟ satellite اللي هو القمر الصناعي. A force وهي قوة، أول ما تشوف force دي تعرف إن هي الجاذبية، الجرافيتي اللي هي ده تعريف الجاذبية، حاجة تعرفها في الفيزيكس إن شاء الله لما تدخل إيه؟ لما تدخل علمي وتبقى دكتور إن شاء الله. A force which attracts things or people to the center of the earth. A force اللي هي القوة، attract يعني يجذب أو يسحب كده things or people، الناس أو الأشياء، to the center، إلى مركز الأرض، to the center of the earth، إلى مركز الأرض. دي إيه؟ الجرافيتي. I love science. A large spacecraft where people live and work. Large يعني ضخم جدا، spacecraft يعني سفينة فضائية، where people live and work، بيشتغلوا وبيعيشوا هناك. يبقى دي طبعا إيه؟ space station اللي هي المحطة الفضائية.
A person who travels in space. واحد بيسافر إلى الفضاء. يبقى ده شغلانته إيه؟ astronaut اللي هو حلاق فوق رائد الفضاء. A piece of equipment. معدة أو جهاز. You use to see things that far away. Far away يعني بعيد. الحاجات البعيدة خالص. بنشوفها بإيه؟ بالتلسكوب. ودي letter E. بعدين هتبقى F. The researcher هو a person who studies something carefully. اللي بيبحث أو يدرس شيء بعناية أو بحرص. بعدين الجزء أنا عملت له زوم عشان يبقى واضح أكتر يعني. أوكي. عندنا إيه؟ عندنا article اللي هو المقال. June 2018 في شهر يونيو 2018. Today, اليوم, the famous American astronaut, رائدة الفضاء الأمريكية, Peggy Annetty Whitson, اسمها كده, has just said, يعني هنا استخدم زمني has والتصريف الثالث, يعني ده مضارع بسيط, مضارع تام بسيط. Has just been saying, has وبين وضيف ing, بقى ده الايه, الcontinuous أو المستمر. That she's going to retire. Retire يعني يتقاعد. هنختار ايه؟ هل يتقاعد دي حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة ولا خلاص بس مش عارفين قالت امتى هتتقاعد؟ يبقى has just said استخدم ايه؟ البسيط ليه؟ يبقى حاجة بدأت في الماضي مش عارف هي بدأت امتى. يبقى has just said. More than 500 people, أكثر من 500 شخص, have been ولا have been going to space. أكثر من 500 شخص ذهبوا للفضاء ولا ما زالوا يذهبون إلى الفضاء. But Peggy has spent or has been spending longer in space than any other woman. يبقى عايز يقول لك إن هي راحت الناس كتير بيروحوا الفضاء لسه ما زال مستمر. يبقى have been going. يبقى أنا استخدم إيه المستمر؟ أختار ده. Have been going to space but Peggy has spent longer in space than any other woman. هي قضت في الفضاء هي قضت في الفضاء اكتر وقت اكتر من اي حد. يبقى دي حاجه بدات فين في الماضي ومش عارف هي بدات امتى بالظبط او انا مش محدد او بتكلم عن خبره. يبقى has spent يبقى المضارع ايه any other woman. She traveled ولا has been traveling to space every few years. كل عدد قليل من السنين هي بتسافر. Since 2002 منذ 2002. يبقى ده هنا استخدم بسيط ولا مستمر. هي كل سنة كل عدد قليل من السنين بتسافر. Alright. يبقى ده has been traveling يعني مستمر. As well as being an astronaut. بالإضافة لكونها رائدة فضاء. Peggy has worked ولا has been working as a researcher. هي شغالة كباحث. A university lecture on the International Space Station. بجانب كونها رائدة فضاء هي شغالة ايه؟ University lecturer يعني محاضر في الجامعة في International Space Station في محطة الفضاء الدولية. يبقى هي ما زالت تعمل. يبقى دي حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة. يبقى نستخدم لها ايه؟ البسيط ولا المستمر؟ نستخدم المستمر اللي هو has been working. Our newspaper, الجريدة, writes or has been writing about her work for more than 15 years. لأكثر من 15 سنة. يبقى احنا كنا وما زلنا بنكتب عنها. يبقى has been writing about her. And we wish her luck of the future. نتمنى لها طبعا اي حظ او مستقبل سعيد. بعدين عندي جزء اللانجوج او اللغة. Number 3. Complete the sentence with the present perfect. بيقول لك استخدم present perfect. أو present perfect continuous. ده طبعا يقصد ايه هنا؟ يقصد simple يعني present perfect simple ولا present perfect continuous اللي هو ايه المستمر. I haven't been to this restaurant before. هنا بيتكلم عن خبرة سابقة. يقول انا عمري ما جيت المطعم ده. يبقى يستخدم ايه اللي بيتكلم عن خبرة سابقة؟ المضارع البسيط. Number 2. ركزوا عشان عايزكم تجاوبوا معايا. right. أحمد read أحمد قرأ 3 books this week. 3 كتب هذا الأسبوع. He loves reading. هو بيحب إيه؟ القراءة. هذا هنا simple ولا continuous؟ ها؟ هو قرأ 3 كتب هذا الأسبوع. طالما قلت قرأ 3 كتب يبقى ده مضارع تام بسيط. يبقى أحمد has read. أحمد has read 3 books this week. He loves reading. هو قرأ 3 كتب هذا الأسبوع. He loves reading. هو يحب إيه؟ القراءة. Number 3.
هبة do her housework for 2 hours لمدة ساعتين. She not finished yet. هي ما خلصتش لغاية دلوقتي. يبقى عايز اقول لك ان حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة. يبقى ده ايه؟ continuous. يبقى do هنحطها في الكونتينيوس. يبقى هبة عايزين has وبعديها been وبعديها هنضيف ing للفعل. الفعل عندي do اخليه ايه؟ doing. Her housework الأعمال المنزلية for 2 hours. بعد كده she not finished يعني حطها فين؟ في النفي. يبقى she هنا إيه؟ hasn't لأنه نفي finished. She hasn't finished yet. يونس read a new story for an hour. He's still reading it. دي طبعا واضحة زي الشمس. He's still reading it. ما زال يقرأها. يبقى يونس been reading حاجة ما زالت مستمرة. يبقى حطها فين؟ في المضارع التام المستمر. عندي جزء الـ writing بيقول لك بقى write a paragraph in your notebook about some of the things you've been dreaming of since you were young. حاجة أنت كنت بتحلم بيها وما زلت طبعا منذ أن كنت صغيرا. أوكي؟ تعال نكتب الـ paragraph ده مع بعض. طبعا عايزنا نستخدم إيه؟ المضارع التام والمضارع التام المستمر. Alright؟ يلا يبقى قول I have been dreaming of being a doctor. أنا كنت بحلم إن أنا أبقى دكتور since I was young منذ أن كنت صغيرا. Alright. I have always loved to help people. كلنا ايه؟ كنت دايما بحب اساعد الناس. I have learned تعلمت some sciences بعض العلوم. Alright. I wish اتمنى I will be a doctor. اتمنى ان انا ابقى ايه في المستقبل؟ doctor. طيب I have been dreaming of being. خلينا نعمل هايلايت هنا على have been dreaming يعني ده مضارع ايه؟ تام مستمر. Since I was young I have always loved دايما كنت بحب ان انا اساعد الناس وما زلت. I have learned some يعني تعلمت بعض العلوم. I wish I will be a doctor اتمنى ان انا اكون ايه؟ دكتور. Alright. فده كان الباراجراف. طبعا هو بيقول لك حاجه انت كنت بتحلم بيها من زمان. عايزك تستخدم تحاول تستخدم المضارع التام المستمر والمضارع التام البسيط اللي احنا اتكلمنا عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت للنقطه دي معايا ممكن تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتعمل سبسكرايب لو عايز تشترك في القناه عشان تشوف باقي الفيديوهات. Thank you very much for listening and see you next time.